بالنسبة للقرار الحكومي اللي صدر بوزير الصحة السيد خالد علي طالب، يعني قرار اتخذ بواحد الطريقة عشوائية، حيت قبل ما يتخذ شي قرار لازم يحاول درس المخلفات والنتائج السلبية اللي غيصدر بهذا القرار. ما يمكنش أنا كرب المقهى يعني غادي نوقف في الباب وكنعترض الزبون نقول يعطيني جواز تلقيح نتاكد منه واش هو ماشي هو، وعاود نطلب منه يعطينا كارت ناسيونال تثبيت الهويه. يعني هذا ماشي قرار، ماشي من الاختصاص ديالنا حنا كمهنيين، حنا تجار بالعكس خاصنا نفرحوا بالكليان ديالنا، ولكن باش تصدر قرار بحال هكا شويه مضر للارباب المواقع والمطاعم. جوج طموحنا ماشي خدمتنا حنا، خاص السلطه تخدم في هذا الميدان هذا، حيت اي واحد غنهضر معاه الزام ونقول يعطيني جواز تلقيح باش ما نسمع عليك انت باش تطلب لي الطالب، غنولي في المشدات. شفتوا حنا في احياء شعبيه معروفين، يعني الوعي ما كاينش بزاف، يعني قد يكون احتكاك ما بين التاجر والزبون، واش ماشي مصلحه ديال حنا كارباب مقاهي مطاعم. يعني حنا هذا القرار خدينا بطريقه رافضينه تماما، فعلا حنا ماشي غادي نكون بين الوباء، راه كاين حنا كاع اي قرار تخرج به الحكومه الا تنساندوهم في القرارات ديالهم. يعني حنا عمرنا كنا ضد التيار الحكومي، بالعكس حتى نساندو في اي جميع القرارات ديالو. غير هذا القرار الاخراني شويه كان حنا اللي كيخرج من ازمه، وبلاد عامين ما خدم والو، باقي الوضع متازمه بزاف. يعني باش تخرج واحد القرار بحال هكا يعني كان القرار يخرج بواحد الطريقه احسن من هذا القرار اللي خرج به هو. وسيرتو دابا تنشوف دابا الاخوان ديالنا تيمشيو دابا تدقوا البراوات، تقول البراوات ما كاينش في المغرب دابا حاليا. عندي عائله ديالنا مشاو قالت ما كاينش لا براوات لا والو، كيف يعقل رئيس وزن الصحه غادي يخرج بهذا القرار والمغرب ما فيش باقي لي بيكور ديال ما تخرجش للمغرب؟ يعني هذا تناقض شويه. وكما قلت لك حنا ربما مقاهي مطاعم حنا خالي من المسؤوليه ديال تجاه الزبناء ديالنا. حنا كربما مقاهي مطاعم حنا فعلا حنا ما كرهناش، خاص غير خاص التوعيه ديال البشر هو الاول. ما يمكنش انا كرب المقهى غنمشي نقول بعدين نسدو بالبراء، حنا خدمه السلطات حنا تنعاونوهم، حنا نتعاونوا معاهم ما كاين اشكال لا والو. الا كانوا غادي الزبناء غيلبيو هذا الطلب يمشي يديروا، حنا مالينا، حنا بعدين ما هذا التشكيل كله، ماشي حنا بعدين بزاف، ماشي ما كنتش غنفرض على الزبون باش يدير التلقيح ولا لا، حيت التلقيح راه تقريبا صافي خاص 4 مو باش 6 مو او بلوس باش بعدين خصو يدخل لمرحله التلقيح. ما تشوف الناس ما بغاش يتلقوا، راه الوعي ما كاينش، يعني خاص تكون ديجا تكون واحد التوعيه في الاول باش يفرضوا الناس على التلقيح. وكان الناس المقحي غتكون حنا عندنا معموريه ساهله، يعني اي واحد غادي يجي غيجيب باسبور يحطو، حنا غادي نشوفو الباسبور ما كاين اشكال لا والو، بالعكس غادي نساندو الحكومه في هذا القرار. ولكن ملي تشوف الطماطو ديال التهاون ديال الزبون انت ما دير انت تبقى ديما انت في الهامش، ما يمكنش تدخل شي حوايج ما عندكش علاقه، حيت لو طلب منه غير شي حاجه غيقول لك غتبقى تدخل معاه السيموجي وغيقول احتكاك بينك وبين الزبون، هذا ماشي في صالح رب المقهى. جيت برحت عادي، ما سولني حتى شي واحد، حتى شي واحد ما طلب مني كاع جواز ديال التلقيح، حتى شي واحد ما جا عندي عادي، ما كاين حتى شي اشكال، ما كاين حتى شي مشكل، حتى شي واحد ما سولني، حتى واحد ما جا. هادشي كنسمعو غير في التليفون في التلفازه، هادشي اللي كنسمعو. ملي سمعنا القرار مشينا بغا ندقو التلقيح، لقينا ما كاين حتى شي حاجه والو. جينا للقهوه عادي، دخلنا القهوه شربت قهوه ديالي، ما طلبوا منه لا باسبور ديال التلقيح لا والو. انت ملقح ولا لا؟ انا ملقح الجرعه الاولى والثانيه، والحمد لله كانت شي حاجه راه من التليفون راه تجبد من البطاقه الوطنيه ديالك تعرف راسك واش ملقح ولا لا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.